يسعد لي مساكم يا أجمل المتابعين متابعين شركة مجمع الشامل. اليوم بإذن الله بصور لكم كل جديد وفرنا لكم من شركة مجمع الشامل فرع الرياض. بس قبل أبدأ التغطية حابة أذكركم بفرعنا في المملكة، فرع جدة شارع 60 شمال دوار الفلك، وفرعين خصم شريط الخالدية والرياض. ونبدأ التغطية مع كل الجمال والأناقة اللي وفرناها لكم اليوم يا أجمل زباين وأجمل المتابعين، مع الصواني الخشبية الجميلة والأنيقة هذه. إيش رايك فيها؟ أشكالها جدا رائعة، مصنوعة من أجود أنواع الخشب، تجيكم بالحجم الوسط زي ما شايفين بلونين اللي هو اللون الأبيض واللون الأسود. أبهر فيها الجميع، شاركينا أكثر لون حبيتي من بين اللون الأسود والأبيض. منتجات شركة مجمع شامل، منتجات عصرية عنوانها الجودة والجمال. وفرنا لك اليوم لوحة تقطيع الجميل والسحري هذا. طبعا زي ما شايفين بيجيكم بحواف من حلية. ايش فايدة هذه الحواف؟ كمثال لما تقطعين الخضار راح ينزل معك في القدر بشكل مستقيم. تصميمه جدا رائع واكيد لا غنى عنه في مطبخك. توفر ثلاث الوان، عندكم الوردي والابيض واللون السماوي. بحط لكم طريقته بسناب الجاي، وراح تاخذون كل قطعة بسعر 5.75 ريال. هلا وين تلقون عروض خاصة زي العروض اللي نسويها لكم عندنا في المركز؟ أكيد صعب تلقين عروض ما تتفوت وخيالية. وفرنا لك اليوم صحون جميلة ورائعة، هذه السيراميك الحجم الصغير الحلو، راح تاخذ لنا 4 صحون زي ما شايفها باللون الأبيض الفخم السالب. كمان لو حابة هذا الشكل اللطيف راح تاخذ الحجم الصغير، راح تاخذين الصحنين مع بعض. لو كنت تفضل الصواني العملية اللي ما تتكسر معاك، اللي هي الصواني بلاستيك، مالك إلا هذه التشكيلة اللي اخترناها لك لليوم بحجمها المناسب وألوانها الزاهية. وفرنا لك بعدة أشكال وبعدة ألوان زي ما شايفين، كلها فيديكم بلاستيك بالحجم الوسط، وراح تاخذين كل قطعة بسعر 5 ريال. قد جربتي الأكل بالصحون الفخار؟ لو ما جربتي تعالي نورينا في المركز، بيفوتك الأكل اللذيذ بواسطة صحون الفخار اللي وفرنا لك اليوم. وفرنا لك ب3 أحجام زي ما شايفة، الحلو فيها بتكون قابلة للحرارة. وفرنا لك ب16 سنتي إلى 20 سنتي. لا تشيل هم التنظيم وتوفير المساحة مع هذه المنظمات الجميلة والرائعة اللي بتلقينها في قسم بلاستيك. جايكم هذا التصميم الجميل، بيجيكم بلاستيك بالحجم الوسط
ممكن تستخدمين لتخزين أدوات التنظيف أو المناشف أو غير الكثير. كمان عندك هذا الشكل الجميل، بيكم علبة شف أو علبة سادة مع الغطاء الخاص فيها، بيكم الحجم الصغير. تفنيني في استخدامها، راح توفر عليك المساحة وراح تنظم لك أراضيك الشخصية بشكل أنيق ومميز. ولن أتمنى راحتك أكيد، وفرنا لك من جديد القطع السحرية الجميلة هذه، اللي هي قطع السيليكون اللي راح تحطينها على أرجل الكراسي أو الطاولات لحماية الأثاث وحماية الأرضيات من الخدوش. جميل جدا، راح تنفعكم، تجيكم سيليكون، راح تأخذون 8 حبات. كمان راح تمنع لك الإزعاج عند التحريك، عند تحريك الأثاث. وفرناها لك تقريبا ب4 ألوان، عندك الوردي والرمادي والشفاف واللون البني. هذا القسم الممتع في كل الأدوات اللي راح تحميلك أثاث بيتك، ومن ضمنها هذه القطعة السحرية اللي توضع على الباب أو مقبض الباب. مو بس راح تحميلك الجدار من الخدوش، كمان راح تحميلك مقبض الباب من أنه يتغير لونه. طبعا تجيكم السفنج جدا مريحة على اليد، وفرناها كمان بعدة ألوان، راح تاخذين كل قطعتين سواء درجات اللون البني أو الفسفوري أو حتى الوردي والبنفسجي. مع غبار الرياض حاليا ومع كثرة الحشرات في فصل الصيف، أكيد راح تحتاجون هذا القطع الجميلة والسحرية اللي لاصق للأبواب والنوافذ. كيف طريقتها؟ راح تحطين لصق هذا على الأبواب والنوافذ. إيش الفائدة منه؟ راح يمنع لك الغبار والحشرات وحتى الأصوات المزعجة. جميل جدا وأكيد لا غنى عنه. بيجيكم 3 متر، متوفر منه 3 ألوان اللي هو الأبيض والرمادي واللون البني. وباقي منتهينا من منتجاتنا السحرية والعصرية لليوم. وفرنا لك الغطاء الجميل هذا لحماية مفاتيح الفرن، طبعا يجيكم قابل للفتح، يوضع على المفاتيح بكل سهولة، يفتح معاك بضغطة زر. طبعا تضغطينه زي كذا راح يفتح معاك. طب ايش الفايدة منه؟ راح يحمي لك اطفالك من التعرض للنار. وفرنا لك بلونين، عندك هذا الازرق وكمان عندك الشفاف. راح تاخذين كل قطعتين بسعر 5.75 ريال. هلا لبس. ونفس الفكرة للشريط اللاصق اللي صورت لكم من شوي، وفرنا لك هذا الشكل الجميل. نفس الفكرة، راح يمنع لك الرياح والغبار وحتى الحشرات وغير الكثير وحتى الأصوات المزعجة. جايكم 3 متر، وفرنا بلونين، عندك الأبيض واللون الأسود. الحلو فيه بديكم يلصق على طول، ما يحتاج أي لاصق، بيكون مع اللصق الخاص فيه. أدوات المطبخ الموجودة عندنا في المركز أكيد ما لها مثيل وما عليها أي كلام. وفرنا لك هذا السكين الجميل والسحري. طبعا ايش يختلف عن السكين التقليدية او السكين العادية؟ راح تكون قطع لك بشكل اسرع وبشكل متساوي. راح تستخدمينها بهذا الشكل، تميز كمان بمقبض مريح على اليد. قطع لك اللحم، الخضار، الفواكه او حتى البيتزا. احط لكم طريقتها بسناب الجاية. قطع سحرية وما تتفوت، وراح تاخذونها بسعر 5.75 ريال. هلا لبست.